الحاج عبد الحليم خراشي، نقيب فلاحين سيناء. اهلا بيك يا حاج. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. والله يا فندم احنا عندنا 3 مشاكل اساسيه موجودين في جنوب سيناء. استاذنك بس نوطي صوت التلفزيون شويه وتسمعنا من التليفون عشان نسمعك بوضوح. اتفضل. مع حضرتك الاستاذ عبد الحليم الخراشي، نقيب فلاحين جنوب سيناء. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. اهلا بيك. احنا بنهنئ الحكومه والشعب المصري واهالي سيناء بعيد تحرير سيناء، وبنقول في مشاكل الزراعه عندنا 3 مشاكل. الحاج محمد من الناس الملمين بمشاكل سيناء، لكن في عندنا تقنين وضع اليد، دي المشكله الاساسيه في سيناء. تاني حاجه عدم تفعيل دور الجمعيات، مفيش اي جمعيات بتشتغل في سيناء. الناس لا لاقيه تقاوي، مش لاقيه حد يتعامل معاها يتفاعل. حقول الارشاد ما بتديش للفلاح اللي هناك ايه اللي ممكن يتزرع وايه اللي تقبله الارض وايه اللي ما تقبلوش. تمام. دي من المشاكل بتاعتنا. تاني حاجه احنا عندنا في مشكله المحاجر اللي موجوده في ابو زنيمه وبرديس. عندنا عدم تفعيل مطار الطور في طور سينا. مينا الطور البحري مش شغال. تمام. يعني دي من ضمن المشاكل اللي عندنا. عايزين نعمل مثلا في منطقه وسط سينا اللي هي نخل اللي فيها 3/4 المشاكل الارهابيه، عايزين نعمل مجموعه مدن صناعيه، مدن زراعيه. يعني نفعل الدور، بس المشكله ان احنا عايزين حد يقول لنا بس ايه اللي مطلوب مننا واحنا نعمله. اهالي سينا عندهم استعداد يعملوا اي حاجه، بس عايزين يعرفوا هل اروح لمين؟ لوزير الزراعه ولا للمحافظ ولا لرئاسه الوزراء عشان اعمل اللي مطلوب. حضرتك اديني ارض اسلمك مدينه زراعيه في خلال 6 شهور. مش طالب من الدوله غير انها تديني الارض. حقك حقك طبعا، لكن مش لاقي، لا قادر استلم ارض ولا قادر اقنن وضع. وحضرتك عارفه ان سينا ليها مشكله خاصه اللي هي ان شراء الاراضي بيتم الاول عن طريق يعني المشايخ داخليا، القبيله منها لنفسها. تمام. فطبعا بعد ما بشتري من القبيله عايز اشتري من الحكومه، الحكومه ما ترضاش تقنن لي الوضع. فدي من المشاكل الثانيه اللي بتواجهنا دلوقتي. طيب. فاحنا عايزين نعرف هل هيتفتح باب تقنين وضع اليد، او هيتم تفعيل دور جمعيات زراعيه، او هيجي المحافظ يقول لنا والله الفدان ب 10,000 تعالوا اشتروه نروح ندفع المبلغ، ما عندناش مشكله. بس انتوا بتطلبوا حيازه الارض، يكون عندكم ارض حاسين ان هي ملككم تقدروا تشتغلوا عليها وتورثوها لاولادكم. ماشي يا فندم، بس اللي احنا بنقوله احنا عايزين نمشي مع الحكومه كما تشاء. انتوا عايزين تمشوا قانوني وده حقكم، ودي حاجه طبعا يعني نشهد لكم بيها. الحاج عبد الحليم خراشي، نقيب فلاحين سيناء، شكرا جزيلا ليك.